يلعب كرة عالية راسية من مين؟ مرت وصلت عند بامو ياسين، وبعد محاولات يصل الشمال لمرمى الملك القطراوي. ياسين بامو 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 يعطي التقدم للشمال، وتنجح المحاولات بعد أكثر من ركنية وأكثر من كرة يسارية. ياسين بامو جاد عكس الاتجاه لتصل وتعانق مرمى ساطع عبد الناصر، هدفا اولا في اللقاء للشمال، هدفا اولا ياتي بهذا اللقاء، هدف مقابل لا شيء. انطلاقة حاول بعد ذلك، تأتي بكرة عكسية وصلت لدى بامو، خطيرة 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 خطيرة. جدو 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 الثاني 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 الثاني، أمجد عطوان يأتي بلامات الثلاث، الثاني للشمال يأتي وفي توقيت مثالي. هذه كرة بامو اصطدت اصطدت في العارضة، شوف بامو لف ودار العارضة، عدد جدو المين، أمجد وين؟ عطوان وضع كرة، شوف الاسيست من جانب جدو، وأمجد عطوان كوبري 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 مرت يا خالد أحمد. هنا التدخل، هنا اللقطة من خالد أحمد على ياسين بامو. الثالث يقترب، الثالث يقترب، الثالث يقترب. تركها تركها تركها، نعم لخافير، وبعد ذلك الكل ينتظر وكرة تتنفذ. الله، ثلاثة للشمال، الشمال يؤكد أنها أمسية الشمال، ويؤكد بأنها ليلة في منتهى الجمال بالنسبة لعناصر الأبيض والأحمر. نام 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 نام، حق لهؤلاء العشاق.